هاي. قصر الإليزيه هو المقر الرسمي لرئيس جمهورية فرنسا، وبيضم مكتب رئيس الدولة ومكان اجتماع مجلس الوزراء. موجود بالدائرة الثامنة حد شارع الشانزليزيه بباريس. بيعود تاريخ بناء القصر للقرن الثامن عشر، تحديداً سنة 1718. خلال القرون التالية أجريت عليه العديد من التعديلات. بني المهندس أرمان كلود مولي كنزل خاص بكونت إيفرو لوي أنري دو لا تور دوفيرن، وانعرف باسم أوتيل ديفرو لغاية 1787 لما باتيل دورليان اشترته وعطيته اسمه الحالي. بيضم القصر 365 غرفة على مساحة 11179 متر مربع. بيحوي 2000 قطعة ثمينة من المفروشات، من بين 200 بساط حيط، وفي 320 ساعة. مين قال إنه في 800 موظف بالقصر من بينهم 350 عسكري؟ أنا قال. شوفكم بكره.